So, distinguished delegates, حضرة المندوبين أدعوكم الآن إلى البند 2 ألف من جدول أعمال المؤتمر وهو بعنوان انتخاب رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 27. تذكرون بلا شك أنه بموجب القاعدة 22 الفقرة الأولى من الإجراءات فإن مكتب رئاسة مؤتمر الأطراف يشغل بالتداور بين المجموعات الإقليمية الخمسة. سنواصل الدورة مع رئيس من مجموعة الدول الأفريقية، وبالتالي يسرني أن أقترح على المؤتمر أن ينتخب بالتزكية سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته 27. وعليه أعلن سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف بدورته 27. أهنئ السيد شكري على انتخابه وأتمنى له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح في قيادة أعمال مؤتمرنا. أدعو سعادة السيد شكري لاعتلاء المنصة. أهلا بك سيدي رئيس المؤتمر.